وللحديث عن واقع النازحين في العراق والدعوات للحكومة الحالية لإعادتهم إلى مناطقهم وإغلاق ملف النازحين نهائيا، معنا من إسطنبول السيد حسين دلي الصحفي والإعلامي العراقي. مرحبا بك معنا سيد حسين. أهلا وسهلا. ما الإشارات والرسائل التي حملها الحريق في مخيم بسليمانية وأدى إلى وفاة طفلة بريئة وإصابة عدد من النازحين؟ شكرا لكم على الاستضافة، تحية للرافدين وجمهور الكريم. أعتقد أنه بوفق شهادات عدد من أهالي النازحين في مخيم أشتي أن الحريق قد يكون متعمد من جهات لم يسموها، ربما لخوفهم على أنفسهم من التصريح بتلك الجهات والأطراف، خصوصا وأنهم أكدوا أن المخيم تم إحراقه أكثر من مرة، وهذه الجريمة تضاف إلى عدد من الجرائم السابقة بحق عدد كبير من مخيمات النزوح في مناطق اقليم كردستان العراق ومناطق محافظات عراقيه اخرى. نعلم انه هناك اكثر من 1,200,000 نازح الى غايه هذه الساعه لم يعودوا الى ديارهم، والاسباب كثيره. اللوم الاكبر يقع على الحكومه العراقيه وعلى الاجهزه الامنيه. هناك اشكاليه حقيقيه تتركز على ثلاث نقاط. النقطه الاولى أن معظم من عادوا وهم تقريبا وفق أرقام حكومية تصل إلى 80% من النازحين خلال الخمسة أو ستة أعوام الماضية. هؤلاء الذين أعيدوا معظمهم وفق شهادات أكثر الناس تم إعادتهم قسريا وأجبروا على العودة وفقا لمعطيات سياسية تحاول الحكومة تجميل صورتها المهترئة. وهناك في الفترة الأخيرة كتل سياسية بين قوسين سنية تحاول إظهار حميتها على هؤلاء النازحين وحرصهم على عودة هؤلاء إلى مناطقهم، لكن الإشكالية الحقيقية تقع بأن هذه المناطق التي يروم أهلها العودة إليها مدمرة، لم تعوض، لم يعاد بناؤها في أغلب المناطق خصوصا في تمكن النازحين من عودتهم إلى ديارهم. عفوا، السؤال مرة ثانية. ما الجهة التي تتحمل عدم عودة النازحين إلى ديارهم حتى الآن؟ يعني هو الإشكالية كما ذكرت أنه المناطق المدمرة الذين للنازحين الذين بقوا في مخيمات النزوح. الإشكالية الثانية هي إشكالية أمنية، لأنه القوى الأمنية ترفض في كثير من المحافظات عودة كثير من العوائل التي تتهمهم بأنهم من عوائل تنظيم داعش او اقربائهم، وهذه مسؤوليه اشكاليه، لانه اثبات صله هؤلاء بتنظيم داعش يعني وفق وشايات وفق اتهامات كيديه في كثير من الاحيان. الاشكاليه الاخرى انه بعض العائلات في تلك المناطق من العشائر ترفض عوده هؤلاء لنفس الاسباب، فالحكومه ملامه لانها لم توفر البيئه السليمه المستقرة المطمئنة لهذه العائلات في إعادتهم. هناك إشكالية أخرى أنه كثير من العائلات، آلاف العائلات التي عادت في الفترة الماضية وخصوصا السنة المنقضية، تمت إعادتهم بدون أي مخصصات، بدون أي رواتب، تم إعادتهم وأصبح العبء يقع على أقرباء هذه العائلات لأنه لا وجود لمنازل لتلك العائلات. وبالتالي هذه المناكفات السياسية، هذه المحاولات الحكومية لا تتم بصورة سلسة صحيحة، ووزارة الهجرة والمهجرين تزور الحقائق في أنها تعيدهم وفق طلبات من تلك العائلات النازحة. فالإشكالية الحقيقية تقع على إدارة المخيمات من جهة، على الحكومة من جهة، على المناطق والمسؤولين في المناطق التي ينبغي إعادة هؤلاء النازحين إليها. سيد حسين، عندما تقول لجنة العمل والهجرة البرلمانية أنه هناك عودة النازحين مرهونة بمخططات خارجية وداخلية، ماذا تعني بذلك؟ أعتقد أنه الإشكالية في مسألة المخططات الخارجية والاتهامات في مسألة النازحين، يعني هذا الكلام على عواهنه، يعني ليست هناك أدلة تدعم هذا الاتجاه وهذه الاتهامات. الإشكالية حقيقية داخلية عندنا في العراق. مشكلة هي أن الحكومة لا تقوم بدورها الحقيقي، أن هؤلاء النازحين يقعون ضمن الفئات المهمشة المقصية، ليس لهم سند، ليس لهم داعم، ليس لهم كتل سياسية تدعمهم حقيقة،
والحكومة تتنصل من هذا الدور أسوة ببقية المسؤوليات الملقاة على الحكومة التي فشلت فيها، سواء بالمسؤوليات الأمنية، بالمسؤوليات الصحية، الإدارية، البنية التحتية. كثير من الأمور في المناطق التي استعيدت من تنظيم الدولة تشهد تدهورا، ومنذ 4 5 سنوات هذه المناطق بدون تعويضات، بدون إعادة بناء. المخططات التي يعني أعدت لهذه المناطق تتم وفق صفقات سياسية، الميليشيات تسيطر على أجزاء كثيرة من عملية ومخطط إعادة تلك المناطق، لأنها تعتمد على إعادة هذه العائلات وفق أجنداتها في إعادة الإعمار، في البناء، في إعادة النازحين والمخصصات التي ينبغي صرفها لهذه العائلات. ما الذي يمكن فعله من أجل إنهاء هذه الأزمة؟ أو ما الذي يمكن للنازحين القيام به من ناحية أخرى؟ أهمها الضغط على الحكومة العراقية بتسهيل هذه المهمة بشكل طوعي حقيقي وليس صوري ظاهري. النقطة المهمة الثانية هو إعادة إعمار المناطق المدمرة، لأن معظم النازحين ينحدرون من تلك المناطق المدمرة، صرف التعويضات لتلك المناطق لأهاليها، أن تكون المهام واضحة على القوات الأمنية والعشائر في تلك المناطق بعدم إهانة تلك العوائل وعدم منعهم من العودة إلى مساكنهم، إنهاء هذا الملف الإنساني والجرح النازف، وأن تتكاتف جميع القوى لإعادة سهلة محترمة لتلك العائلات. وينبغي حتى الضغط على المندوبة ممثلة الأمم المتحدة في العراق، لأن كثير من المسؤولية تقع أيضا على المنظمات المرتبطة بالأمم المتحدة. هناك مسؤولية تشاركية لجميع الأطراف أمنيا وإداريا وحكوميا في عملية إعادة هؤلاء النازحين لكي ينهى هذا الملف الذي يضاف إلى كثير من الملفات التي لا تجد حلا حقيقيا في العراق. الصحفي والإعلامي العراقي السيد حسين دلي، شكرا جزيلا لك.